اوكي، شنو كان يقول السؤال مالته؟ يقول انه الواي من الواحد للاثنين والاكس من الصفر للثلاثة، واحد زائد ثمانية اكس واي دي اكس دي واي. واضحة عندكم الشاشة مو؟ من الواحد إلى الاثنين لا مو واضحة؟ لا، يمكن المشكلة من هنا من بين. بقية شباب الشاشة عندكم بينه؟ ايسان بين تمام نمسا. اوكي. راح يكون واحد زائدا ثمانية اكس واي يمكن دي اكس دي واي، لو بالعكس دي اكس دي واي. دي اكس دي واي تمام. فبالبداية احنا اتفقنا انه نشتغل على الانتجرال الداخلي او التكامل، يعني هذا اللي يكون بهذا الشكل. تمام، انت للسهولة يعني هاي للسهولة دا اسألك انه دا اقول لك انه شلون نشتغل انه هيك على الداخلي بعدين نخرج على الواي. فايش راح نسوي؟ راح اقول هاي تبقى نفسها من الواحد لي وين الى احد الاثنين، راح اجي التكامل الدي واي تبقى ثابتة يعني بس اكاملها. تمام، راح اجي تكامل الواحد شنو راح يكون هنا؟ لا حد يقدر يقول لي؟ استاذ تكامل واحد اكس يطلع اكس اذا تكامل الخمسة مثلا ايش قد راح يكون؟ خمسة اكس. 5x. يعني المهم اذا اكو فد كونستانت التكامل مالته هو الاكس مثلا، او انت شوف شنو زائدا. اوكي، هسه تكامل 8 اكس واي انا دا اشتغل بالنسبه لشنو؟ الاكس لو للواي دا اشتغل بالنسبه للاكس. فهنا بهاي الحاله عندي ال8 واي هي كونستانت مو تمام، لان انا دا اشتغل بس للاكس. فراح يكون عندي 8 اكس تربيع، لان تكامل الاكس هي اكس تربيع مو تمام، في واي الكل على ايش قد؟ على اثنين، لان تكامل الاكس هي ايش قد؟ هي اكس تربيع على اثنين. او ممكن انا اكتبها بغير طريقه، خليها 8 واي راح انزلها نفسها. ليش؟ باعتبار انه هي ثابته. بعدين راح اقول تكامل الاكس هي ايش قد؟ هي اكس تربيع على ايش قد؟ عليه اثنين. ومرة نعوض صفر، مرة شو نعوض؟ ثلاثة. فراح اجي هنا هاي تكامل من ال اسف مرة نعوض صفر قلنا، ومرة نعوض ثلاثة. راح اجي تكامل من الواحد لوين؟ لحد الاثنين اكس زائدا العفو خلينا نعوض بثلاثة. ثلاثة من نجي اعوض بثلاثة مكان الاكس، فراح يكون عندي ثلاثة زائدا ثمانية واي، هاي تبقى ثابتة على ثلاثة تربيع ثلاثة تربيع على الاثنين تمام، ناقص صفر هي أصلا، لأن هي باعتبار إنه شنو هي البقية كلها صفر، فما يحتاج، لأن صفر هنا هنا أنا إيش يضربه في الصفر فهي صفر. أوكي،
بعدين هسه شو نسوي؟ الاثنين نضربه ويا الثمانية. أو نختصرها ويا الثمانية، هاي اثنين ويا الثمانية راح يكون هنا أربعة عندنا، فالناتج مالتي راح يكون بهذا الشكل، تكامل من الواحد إلى الاثنين ثلاثة، عد الثلاثة تربيع هي تسعة، فأربعة في تسعة فراح يكون عندي شقد 36، مو 36 واي دي واي. اوكي واضحة، هاي هنا ثلاثة. اوكي زين، هسه شلون راح نكاملها؟ تكامل الثلاثة ايش قد راح تكون عندي؟ 3x ليش احنا بدنا نكامل بالنسبة للواي؟ الاكس خلص انتهى، ايش قد راح تكون عندي؟ ثلاثة واي مو زائدة 36 واي، ايش قد راح يكون تكاملها؟ 36 كونستانت ثابتة ما عندي مشكلة بيها. الواي ايش قد راح تكون عندي؟ واي تربيع على ايش قد؟ على اثنين من الواحد لوين؟ إلى حد الاثنين. اوكي؟ مرة نعوض واحد، مرة نعوض اثنين، مرة نعوض واحد. ايش راح يصير عندي؟ ثلاثة يعني ثلاثة في اثنين فراح تكون عندي ايش قد؟ ستة زائد اثنين تربيع، راح اسوي راح اجي اعوض هنا اثنين تربيع راح يصير اربعة على اثنين، فراح يكون عندي اثنين في 36، فايش قد راح تكون عندي؟ 72 مو تمام؟ ناقص، افتح قوس، من نجي اعوض واحد راح يكون عندي ثلاثة، هنا أنا راح يكون عندي واحد تربيع، فراح يصير واحد 36 على اثنين زائد ايش قد؟ زائد 18، فراح يكون عندي هنا 70 78 ناقصا 21، فراح يكون الناتج مالتي 57. واضح؟ واضحة شباب؟ واضح استاذ. والله استاذ حد عنده سؤال على هذا الاكزامبل؟ زين خلينا نكمل هنا، نعطينا اكزامبل ثاني يقول لك ايفالويت من الصفر الى باي على اثنين ومن الصفر الى واحد واي ساين اكس دي واي دي اكس. هنا ايش راح نسوي؟ راح نشتغل قلنا احنا على اللي جوه، فبالبدايه راح اكامل الدي واي، انا عندي واي ساين اكس دي واي، شلون اكاملها من الصفر للواحد؟ ما له علاقه بالساين اكس. اوكي شغله راح يكون بس شنو على الواي، لان ساين اكس هي تابعه للاكس، فتكامل يعني تعتبر كونستانت هاي للساين اكس، فتكامل الواي ايش قد راح يكون عندي؟ واي تربيع على ايش قد؟ على اثنين، مره اعوض الواي صفر مره اعوض شنو؟ واحد. اوكي فمن عوضه صفر فيكون الناتج من عوضه واحد راح يكون الناتج مالتي نصف ساين اكس تمام، ومن عوضه صفر فراح يكون الناتج مالتي صفر، فما خلينا هسه صفت عندي المعادله، فايش بقى عندي؟ هسه عندي النصف ساين اكس دي اكس صفر من الباي على الاثنين، تكامل الساين اكس هو شنو راح يكون؟ سالب كوساين اكس مو تمام؟ تكامل الساين اكس ايش قد راح يكون عندي؟ سالب نصف طبعا كوساين الاكس، فمن اعوض صفر كوساين الصفر ايش قد راح يكون عندي؟ صفر صفر ناقص مو كوساين الصفر ايش قد؟ هو صفر صفر لو شو اسمه؟ استاذ لا من اول شيء واحد
لا واحد واحد. اول شيء نعوض العفو الباي على الاثنين، كوساين التسعين ايش قد راح يكون عندي؟ صفر. فسالب نصف في صفر، فراح يكون عندي شنو؟ صفر. زين، ناقص بنعوض كوساين الصفر هنا راح يكون عندي واحد، فناقص نصف في ناقص، فراح يكون عندي الناتج شنو؟ نصف. واضح؟ واضحة ولا مو واضحة هاي؟ واضح استاذ. ما بي مشكلة. زين، هنا دي يقول لك find the volume of the solid bounding above by the plane. نعطيك هنا معادلة بلين، ماشي، بنعطيك معادلة بلين يقول لك find the volume. فهنا انت يعطيك حدود، عن طريق هاي الحدود راح تقدر توجد حدود الاكس والواي. فقال لك انه المعادلة ما تزت هي 4 ناقصا اكس ناقصا واي. اوكي، ونعطيك حدود الاكس من الصفر للواحد، والواي منين؟ من الصفر الى وين؟ الى الاثنين. فانت هنا يقول لك اذا فاليوم اندر اني سيرفيس هو الزيت يساوي من الاف اوف الاكس والواي اند ابوف ذا ريجن. فانت راح تحط هاي المعادله مالتك. اوكي، في يساوي لي من الار، يعني هاي راح تجي تحط المعادله مالتك اللي هي 4 ناقصا اكس ناقصا واي. حطيناها. حدود الاكس قلنا من الصفر الى وين؟ الى الواحد دي اكس، تمام؟ وحدود الواي منين؟ من الصفر الى الاثنين دي واي. هسه راح نقدر نحلها الهاي؟ اي راح نقدر نحلها بكل بساطه، خلي احل لكم اياها على مود سهل لكم اكثر. ايش قد قال لك الزيت شو يساوي لي؟ أربعة ناقصا إكس ناقصا واي. نكتب الكتاب أسهل. زت يساوي لي 4 ناقصا إكس ناقصا واي، تمام؟ وقال لك إنه الإكس من الصفر للواحد، والواي من الصفر إلى الاثنين. فأنا راح أجي يعني أبدأ أكتب التكامل مالتي، راح أقول خلينا نسميه الاير أو الفي، لأنه هو يريد فوليوم حجم. الإكس قلنا من الصفر إلى وين؟ إلى الواحد. والواي قلنا منين؟ من الصفر إلى الاثنين. وحط المعادلة مالتي اللي ايش تقول؟ 4 ناقصا اكس ناقصا شنو؟ ناقصا واي. يعني بما اني حاط حدود الواي بالداخل، فراح يكون عندي دي واي دي شنو؟ دي اكس. اوكي، راح تكون دي واي دي اكس. زين، فراح ابدا اشتغل على شنو؟ على التكامل الداخلي اللي هو هذا. شباب بالمناسبه، يعني من يجيك هيجي سؤال، هسه احنا حطينا الدي واي بالداخل والدي اكس بالخارج، هو هم نسوي نفس الشيء. هو خلى الدي اكس بالداخل والدي واي بالخارج. من يجيك ايش سؤال، تقدر شو تسوي؟ بقى هنا يعني لاحظ هنا خال لك الدي اكس شنو بالداخل، بس الحدود مالتها هم خالها بالداخل، والدي واي بالخارج بس الحدود مالتها وين خالها؟ هم خالها بالخارج. انا من سويتها بالعكس راح يطلع نفس الناتج، اثنيناتهم صحيحه. يعني خليت الدي واي بالداخل بس خليت حدودها وين؟ بالداخل، والدي اكس بالخارج بس خليت حدودها وين؟ بالخارج. واضح؟ اثنيناتهم صحيحه. واضحة شباب؟ واضح استاذ. يعني إذا تعكس بالداخل، يعني إذا تعكس الدي واي والدي اكس، يعني هنا الوحدة بمكان الأخرى لازم تعكس الحدود كذلك. أوكي، يعني اثنيناتهم صحيحة. فراح أجي أني في شو أساوي؟ راح أكامل بالنسبة لمن؟
بالنسبة للواي أنا أخلي حدود الإكس، ما عندي مشكلة بيها، صفر إلى وين؟ إلى حد الواحد. أوكي، والدي إكس مبقية هنا أنا دي إكس. تكامل الأربعة بالنسبة للواي إيش قد؟ ها شباب، تكامل الأربعة أربعة واحد. أربعة واي، تمام، عشت إيدك. تكامل الإكس تكامل الاكس استوت من هنا. تكامل الاكس بالنسبة للواي، يلا من يجاوبني. أنا ده كامل بالنسبة للاكس، لا بالنسبة للمين؟ بالنسبة للواي، مو تمام؟ سؤال فالاكس واي، الاكس ايش تعتبر هنا؟ كونستانت كونستانت، بالضبط، عشت ايدك. اوكي، اكس واي يعني حالة حال الاربعه اللي قبل شويه كملناها، مو تمام؟ زين، ناقص التكامل الواي هنا ايش راح يكون؟ ها واي شباب، تربيع على اثنين. واي تربيع على اثنين، عاشت ايدك. واي تربيع على اثنين، مرة اعوض شنو؟ صفر، مرة ايش قد اعوض؟ مرة اعوض اثنين، فراح اجي الفي شو يساوي؟ من الصفر إلى وين؟ إلى حد الواحد. مرة أعوض اثنين فراح يكون عندي أربعة في اثنين، إيش قد راح يكون عندي؟ ثمانية، ناقصا اثنين إكس، مو تمام؟ باعتبار إنه شنو؟ عوضت مكان الواي هي اثنين، ناقصا اثنين تربيع هو إيش قد؟ هو أربعة على اثنين، راح يكون عندي ايش قد؟ اثنين. الصفر من راح تعوض راح يطلع لك الناتج شنو كله؟ صفر، فما يحتاج تكتبه. دي عفوا دي اكس. اوكي، اجي هنا أنا اكمل، خلينا نختصرها، يعني البي راح يكون عندي يساوي لي تكامل من الصفر لي وين؟ للواحد. اوكي، عندك الثمانية ويا الاثنين راح يكون عندي ستة، ناقصا اثنين اكس المن للدي اكس. زين، احد يقدر يقول لي التكامل مال هاي ايش قد هسه؟ البي تكامل الستة ايش قد راح يكون بالنسبة للاكس؟ ستة اكس، ناقصا التكامل الاثنين اكس، الاثنين تنزل، ما لنا علاقة بها، مو تمام؟ باعتبار هي كونستانت. تكامل الاكس ايش قد راح يكون؟ تربيع على اثنين اكس تربيع على ايش قد؟ على اثنين. اوكي، الاثنين هنا أنا مرة نعوضها صفر، مرة ايش قد؟ ستانتين راس واحد. الله. اوكي، الاثنين راح تروحوا الى الاثنين، فالفيش قد راح تكون عندي يعني واحد في، يعني راح تكون العفو ستة في واحد راح يكون عندي ستة، ناقصا واحد تربيع هي واحد. اوكي، من نعوض صفر هو راح كله راح يطلع صفر، فراح يطلع الناتج مالتي ايش قد هنا؟ عليه خمسة. شوف حل طالع خمسة، اي طالع خمسة. اوكي، فلاحظوا هنا انا خليت الواي بالداخل، بس القوس مالته او التكامل مالته مخليته بالداخل والاكس بالخارج، هو حلها بالعكس، هو هنا أنا حلها بالعكس، خلى الاكس بالداخل والواي بالخارج، اثنيناتهم صحيحة. اوكي، اثنيناتهم صحيحة، تمام. حد عنده سؤال لحد الآن؟
تمام استاذ. حد ده سؤال لحد الآن، لو سهلة لو صعبة لو شنو؟ سهل استاذ. سهلة. من ده يقول سهلة؟ آني محمد؟ ما أنا أنت جيت متأخر، مش عجب سهلة. لا زالة. ماخذين سابقا؟ ايه تمام. بعد احد عنده سؤال لي حد الان، انا بدي نحل اكزامبل اللي بعده. اوكي خلينا نكمل. هنا انا ايش ناطيك؟ يقول العفو، يقول لك ايفالويت ال واي تربيع اكس دي واي دي اكس، والحدود مال التكامل هنا اكس تربيع اكس وصفر واثنين. خلينا نشوف هاي شلون تنحل. نسوي لك كلير. اوكي قايل لك شنو هنا؟ قايل لك الايفالويت، خلينا نسميها اي، ما اعرف شو صارت هاي الاي. شو يساوي عندنا؟ يعطيك تكامل، حدود التكامل منين؟ من الصفر لحد الاثنين. حدود التكامل الأخرى لإكس تربيع للإكس لحد الإكس، واي تربيع اكس دي واي دي اكس. دي واي شنو؟ دي اكس. تمام؟ زين هاي شو راح نحلها؟ عادي يعني ما عندنا اي مشكلة. اول شيء كامل بالنسبة شنو؟ الاكس لا احنا نشوف الحدود الداخلية، تكاملنا بالنسبة للاكس ولا للواي؟ الواي للواي مو تمام؟ للواي، ما له علاقة بالاكس، لان انا ما دام بالداخل دي واي ما له علاقة بالاكس. اشتغل على شنو؟ على الواي فقط. فاي راح يكون عندي، راح انزل خلينا نقول الحدود الخارجيه اللي هي من الصفر الى وين؟ الى حد الاثنين. اوكي ودي اكس هاي تنزل نفسها ما لها علاقه بيها. زين انا تكامل بالنسبه لمن؟ بالنسبه للواي. فتكامل الواي تربيع ايش قد راح يكون عندي؟ ها شباب، ها واي تربيع اكس، الاكس احنا ايش تعتبر الاكس؟ كونستانت، تنزل نفسها. شنو هسه هنا الاكس تنزل نفسها باعتبار ان ده كامل لمن؟ ده كامل للواي. زين تكامل الواي تربيع ايش قد راح يكون؟ واي أس 3 على 3 صح؟ تمام عاش تيدج من اللي جاوب. منو مينا لو حنين؟ لا حنين. ها تمام اوكي. فراح يكون واي اس ايش قد؟ قلنا اس 3 على ايش قد؟ على 3. مرة اعوض الواي شنو؟ اكس تربيع، ومرة ايش قد؟ ومرة اكس.
واضح؟ فالايش راح يصير عندي هنا أنا؟ يساوي لي تنزل نفسها من الصفر الى وين؟ الى حد الاثنين. زين الاكس تنزل نفسها، ما لي علاقة كونستانت، وافتح قوس مرة بدل الواي راح اخلي اكس، فش قد راح يصير عندي اكس اس 3 على ايش قد؟ لان شلت الواي ايش قد خليته بمكانه؟ اكس على 3 ناقص، مو تمام؟ ناقص راح اشيل بدل الواي ايش اخلي بمكانه؟ اكس تربيع، فراح يصير عندي اكس تربيع اس ايش قد؟ اس 3 على ايش قد؟ على 3. سد القوس، بعدنا هذا الاكس واحد ما لنا علاقة به، دي اكس تمام؟ واضحة؟ زين واضحة لحد الآن؟ شلون صارت هاي؟ هاي الخطوة شلون صارت؟ واضحة؟ أحد عنده سؤال عليها لو أستمر؟ والله استاذ زين راح أقول أي شو ساوي؟ راح تنزل نفسها هاي من الصفر للاثنين. هسه الاكس اضربه في هذا القوس ايش قد راح يصير عندي؟ او خليها الاكس هسه حاليا، ما يعني ما راح اكس اس 3 على ايش قد؟ على 3 ناقص، هنا ايش قد راح يصير اكس اس ايش قد؟ اس 6 مو؟ اكس اس 6 على ايش قد؟ على 3 دي اكس. اوكي هسه نقدر ندخل الاكس على القوس على مود نسهل حلنا. ايش راح يساوي عندي تكامل من الصفر الى حد وين؟ الى حد الاثنين. هتصير عندي اكس بس ايش قد؟ بس 4، اعتبر انه الاكس دخلناه على القوس، مو تمام؟ خلي كله تحت الجذر، العفو واحد المقامات، اكس اس ايش قد؟ اكس اس 7 على ايش قد كلها؟ على 3، أو ممكن لا ثواني، صحيح اكس 7 الكل على 3 شنو؟ دي اكس. ما سوينا شيء، هاي اثنينات وحدنا المقامات فصارت بهذا الشكل، ودخلنا الاكس على القوس. ايش راح يساوي عندي؟ هسه هاي ممكن انا اطلع الواحد على 3 خارج قوس، يعني خارج هاي على مود يعني يسهل لي التكامل، وراح اقول واحد على ايش قد؟ على 3، ايش قد راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي تكامل من الصفر الى وين؟ الى حد الاثنين. اوكي اكس اس 4 ناقصا اكس اس ايش قد؟ اس 7 شقد دي اكس. بس انا بس دا ابسط تمام. دي اكس زين هسه نكمل.
تكامل الاكس اس 4 ايش قد راح يكون عندي هنا أنا؟ ها شباب تكامل الاكس اس 4 ايش قد؟ استاذ اكس اس 5 يصير على 5. اكس اس 5 على ايش قد قلنا؟ على 5 ناقصا تكامل الاكس اس 7 ايش قد؟ اكس اس اكس 8 على 8 على 8 8. تمام على ايش قد؟ على 8 مرة ايش قد نعوض؟ مرة 0 مرة 2 مو تمام؟ فأي ايش قد راح تكون عندي؟ واحد على ايش قد؟ على 3 مرة اعوض 2 هاي يعني ثابتة اللي فراح يصير عندي 2 اس ايش قد؟ اس 5 على ايش قد؟ على 5 ناقصا 2 اس ايش قد؟ اس 8 على ايش قد؟ على 8 زين الصفر يحتاج اعوضها لاسته لان هي راح يطلع صفر اصلا فراح يصير عندي 2 اس 5 ايش قد يعني اثنين اس 5 ايش قد 30. 2 32 واثنين أس ثمانية واحد على ثلاثة 256. يمكن ممكن يمكن مو أكيد 30 32 على شقد على 5 ناقص 2 أس ثمانية هاي 2 أس ثمانية 256 تمام عشت ايدك 250 56 على 8 نسد القوس طبعا بعد الجمع والطرح مالتها 32 طبعا هو ليش هنا طالع 15 لأن مدخل 3 على القوس بس إذا تضرب الواحد على 3 في 5 يطلع 15 الواحد على 3 في 8 يطلع قد ايش قد 24 الناتج طالع آخر شيء سالب 128 على 15 بعد الجمع والطرح تمام؟ نحتاج نجمعها ونطرحها؟ ما يراد لها شيء مجرد ما توحد مقامات وما أعرف شنو الناتج الأخير راح يطلع بهذا الشكل يو سالب 128 على ايش قد؟ على 15 واضح؟ واضح استاذ. عندكم سؤال أو استفسار لحد الآن؟ واضحة كانت محاضرة اليوم؟ نعم ما عندكم أي سؤال أو استفسار؟ لا استاذ تمام تمام. أنا ما عندكم على مود ننهي المحاضرة.